نبدأ معكم وكالعادة مشاهدينا بجولتنا الإخبارية. وفي أول خبر لليوم، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تسهيلات جديدة لحجز مواعيد تعلم القيادة، وذلك من خلال منصة أبشر بخطوات بسيطة وسريعة. للأمانة مشكورين الإدارة العامة للمرور عن هذه التسهيلات، ومشكورين مشكورة منصة أبشر فعلا، لأنها سهلت للمواطن والمقيم على حد سواء يعني الكثير من المعاملات، ويمكن أهمها اللي هي المواعيد أو مواعيد المرور أو مواعيد تعلم القيادة.